أصدقائي بدي أطلب منكم إنه ما حدا يكتب أي تعليق لحد ما يحضر الفيديو لآخر ثانية. جاهزة بيسان؟ لشو؟ شو كنت عم تقولي أنت برو؟ ماني فهمان شي. مالك فهمان شي. ما في مشكلة حتى لو مالك فهمان شي. اليوم أصدقائي بدي أحكي لكم شي كتير ضخم، إنه هون أنا برو أيوة. إنه أنا كتير بحبها عن جد، كتير بحبها من قلبي. هي كيوت ونعومة و كتير ظريفة. مين؟ وبحب. شو بدك انتي؟ بحب حكياتها وهيك وكذا. واكتر شيء انه شعرها احمر او برتقالي مثل ما انتو بتقولوا، يعني هذا الشيء كتير مميز فيها. وفي كتير اخبار جديدة قريبة رح تسمعوها، كتير كتير شغلات معي رح تصدمكم. شبك؟ شبك؟ وفي إنا كتير مواقف مع بعض. غير انه يعني انا بعتبرها صراحة، يعني هون صورني انا طالع كلك والله. غير انه انا يعني صراحة بعتبرها هدية كتير غالية علي. بس دقيقة، مو عارف، تفضلي. مو عارف شلون صراحة يعني بدي اعبر عن هذا الشيء او بدي احكي عنه، بس انه اللبس كتير ذوق صراحة. خاصة انه في يعني هيك اللون الازرق والكذا والحركات ومن هذا الحكي، يعني الثقافة العامة، الحكيات، الحضور بشكل عام. فقلت انه انا بدي اعترف لكم اليوم انه انا بحبها لبسبس. بسميها انا بسبس، بس انه انا صراحة عن جد متلبك، يعني مو عارفان شلون، يعني انه هيك كنت انه احكي لكم او ما احكي لكم، او لازم اطلع احكي او اعرفكم عن هذا الشيء او يكون علني او لا. خلاص هذا القفله، لا القفله يا جماعه، يعني فينا نعتبركم من الان عم تمسح، يعني شو عم تعمل عن جد؟ انا بس انه الفكره انه انا قلت انه صار الوقت المناسب انه تعرفوا بقصه بسبس. بعرفكم اياها اي كثير كثير كيوت برو، يا عن جد. شوف برو، شوف شعراتها حمر. اي والله وذوق ولبس هي 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 شوف تركي شو عليها، شو عليها لك، كثير مهم عليها. لا لا ايش فكرت انا مالك مالك برو، ما شوف شعراتها. اوه يا جد برو تعرف بس هيك. لا بس ما تقول اللبس والذوق اللون الازرق. دقيقه بس، انا قصدي اللون الازرق هذا. شوفي سكي شوي، صوري مسكين. اي والله عندك. تعال لا لا شوف برو، اول شيء الذوق، اللبس، الاناقه. شوف اصغر المطوقه هذا بشرفك. شوف البكبوطه من تحت انظف من حدا بعرفه، بوطه من تحت. اي والله على فكره بضل الشعر كمان بتحس، يعني صحيح الصناعي بس تحسه اوه جمال. ايدك بغار، انا اسف. شو صار لنا؟ الميك اب والقصص. شوف هاد ميك اب، هاد ميك اب وعيون ملونه كمان عن جد. وشريك شلون بدي اقول لك، انا بعتبرها هديه لانه هي اجتني هديه. يعني اول شغله ايش فلك ساعة عم تحكي مواصفاتي وانا عم بخجل بالزاويه. لك شو مواصفاتك؟ شو لحظه شو مواصفاتك؟ شو حكيت؟ قلت حكياتها. شوف حكياتها بتضل ساكت، عيونها تقبرني، دايرتك بتضلي ساكته. مواصفاتي شوف، ركزي على عينه برو، ركزي على عينه. يا سلام على الاخضر الجميل. بلكي هلا بلكي بالفيديو بيطلع لكم اختيار هون ولا هون تختاروا. بالله هي ولا هي، بالله هلا انا بدون مكياج بدون شيء، لا تختار. والله هي طبيعيه كمان، هي جدا طبيعيه. دالك حتى مسكله. لا هذا كحل اصلي. شوفي ها دخيل، شوف ابوسه. يا اي والله كحل. شو قلبي؟ انت اللي عسل. لو تعمل الحركه بيسان معلم تبعيت هاي الاصبع بنزل بصير لون اسود الاصبع معلم، بنزل هيك ربع كيلو مكياج. يا غبي فكرتك عم تحكي عني، كنت رح ابكي. هاي عم كان بدي اعمل مقلب 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 هلا. صراحة ابدا ما احكي لكم شو صار. احكي يلا احكي. طيب يعني انا مو عم، انت شو عم تعمل؟
لا لا شو اسمه كانت عم توشوشني شغلة والله. شو عم توشوشك؟ تفضل احكي احكي معي. ايه انا مو غيرة او شي صراحة. لك انا؟ بس لانه هي عم تقلدني بكل شي. شو عم تقلدك؟ اول شي ايمن. شيلة من هون. ايه عم تقلدني عم تعمل انه شعرها نفس لون شعري. انا بكره. لا شعرها احلى من شعرك. اسكت ولا طلع من الكادر. افكر شعرك افكر يا جماعه طلع 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 الكادر والله شعره بتميزوا بينه وبين حف الباب. والله اصلا شعرت انه اسوي لك بيسان صلعه. شو خلاص صارت صلعه. خلاص نرجع شلون. ايه هي هي البوله عنا الحيه. اصدقائي صحيح بدنا نسوي لك قناه بعد شو بدي احكي لك. لا ما في قناه بطيخ. انا ما عندي قناه على فكره عن جد. انا برايي لا ما وقعها بس بروك بمسح برايي نسوي لك قناه والله في قناه شحال. لا عن جد برو مو صار لازم تفتح قناه. انا برايي انه لازم يعني افتح قناه بعد صح. شو صح لي افتح قناه. لا بحكي معك ما كثر حدا طلع. لا بحكي معك انه حدا. لا عن جد برو مو انت مو شايف انه بالبقى لا تفتح قناه. انا حساب انستغرام على القناه وانا لسه ما فتحت قناه. حطوها هون بتقعد هون. هول الكاميرا القناة نحن فافا نابول. هاي القناة لإلي. أنا رايح على التواليت. أنا رايح على التواليت قوية. مثال المزعوجة بزبالة بتكبية. ايه أنا وبيسان. نحن اليوم راجعين نعزمكم على عرسنا. صلوا على محمد. يلا شو نعمل هلا؟ وين العشق تبعي؟ عود عود هلا عود. حاطيها بزباله يا حماره. لك هي بسبوس. لك هي بسبس. كل واحد يروح على بيته وعلى مقامه وعلى اهله. الله الشر الله الشر. شلون احلى شيء شعره مربوط ولا مفرود؟ والله أنا برأيي محروق مربوط. أوكي أصدقائي إذا بدكم تشوفوا فيديوهات تانية أنا وبسبس استحبوها. فكرة هي بتحكي بس هلا خجلانة بسبب وحدة هون. شو اسمه إذا بدكم تشوفونا فيديوهات جديدة وهذا الفيديو يمكن ما ينزل أصدقائي. إيه أصدقائي وكتبوا هاشتاج إنه نريد بسبس. سووا حملة مين يعني بسبس يا بسبس. إيه أنا ماشي. إيه كتبوا إنه نريد بسبس وهاشتاجات وكذا وهيك. شفتوا عم اشر عليكي. اوكي يا اصدقائي انا بسبس بشوفكم فيديوهات جديده. رح نلعب تحديات انا وسام. باي.